نرجو من فضيلتكم ذكر بعض كتب التفسير التي يبدأ بها طالب العلم. مختصرة، كتب التفسير المختصرة مثل الجلالين، مثل تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، هذه مختصرات يبدأ بها، مختصرات ابن جرير وابن ابن كثير والبغوي مختصرات ومأمونة أيضا. أما الجلالين فهو مختصر لكن فيه بعض التأويل، وكان مقررا في المعاهد ودرسناه، فيه فائدة كبيرة، ولكن تعرف المسائل التي فيها نظر تتجنبها. نعم، أحسن الله إليك. تفسير جيد في الحقيقة مع اختصاره، وجيد، نعم، ويمكن حفظه. نعم.